تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحده، والأبصار عن الإحاطة به. وأشهد أن لا إله إلا هو الواحد بلا مثيل، القائم بلا شريك، الموجود بلا علة. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده وسيد عبيده ورسوله وأكرم رسله صلى الله عليه وعلى آله قرناء الكتاب وأدلاء الصواب. اللهم صل وسلم على المنتجب في الميثاق والمصفى من طاهر الأعراق، أكرم الشفعاء، وخيرتك من الأنبياء، شاهدك الأعلى، وكلمتك الحسنى، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيد المتقين الأخيار، ووالد الأمناء الأبرار، خير الأوصياء، سيدنا ومولانا أبي الحسن والحسين، علي بن أبي طالب عليهم السلام. اللهم صل وسلم على الصديقة المعصومة والتقية المظلومة، حبيبة المصطفى وقرينة المرتضى، والدة الأئمة الأمناء، سيدتنا ومولاتنا أم الحسن والحسين فاطمة الزهراء عليها السلام. اللهم صل وسلم على سبطي الرحمة والوليين اللذين أتممت بهما النعمة، والفرقدين اللذين أقمتهما للهداية، سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن المجتبى عليه السلام، وسيدنا ومولانا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. اللهم صل وسلم على أمنائك على الدين، خزان علوم الأنبياء، ومستودع حكم الأوصياء، سجاد علي، والباقر محمد، والصادق جعفر، والكاظم موسى، ورضا علي، والجواد محمد، والهادي علي، والعسكري الحسن، صلاة تبلغ زينة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم صل وسلم على الدين المأثور والكتاب المسطور، كلمتك التامة ورحمتك العامة، نور الله الذي لا يطفى، وحجته التي لا تخفى، والحق المشتهر، والعدل المدخر، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد بن الحسن، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم انظر إلينا نظرة رحيمة تكشف عنا بها البلاء، وتغير سوء حالنا بحسن حالك، وتنزل بها بركاتك، إنك على كل شيء قدير. أيها الأخوة الأعزاء، أيتها الأخوات الكريمات، وليس لنا ونحن نعيش الظروف الحالية التي يمر بها بلدنا الجريح وشعبنا المظلوم إلا، وليس لنا ونحن نعيش الظروف الحالية التي يمر بها بلدنا الجريح وشعبنا المظلوم إلا أن نقرأ المقطع الأخير من دعاء الافتتاح: اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات،
وألف بين قلوبنا على الخيرات، وأصلح حالنا، وفرج عن مكروبينا، وادفع عنا شر القوم الظالمين، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.